ناس دخلوا من الحدود وبسلحين وجايبهم كاميو بلي كلاشينكوف وطلعوا للجبل وداروا عمليه، رغم ان محمود اللي كان مترأس، انا ما كانش في خبري ان العمل السري كيخص الكوانز ما تعرف شيء شنو كيديروا الاخرين، هما ما كيعرفوش شنو كان كنديروا في المدينه، هما وحنا ما كنعرفوش شنو كيدار تما، وبالتالي هذه ماشي لان جاوا الناس مسلحين، بحيث عندهم الزهر ملي ما تقبطوش كان غير كونترول ديال الجدرميه لان ركبوهم بطريقه باش بدائيه باش من الحدود الجزائريه دخلوا من جهه فيكيك ولبسوهم يعني التريات تما وكم سلحوا لهم وركبوهم في الكابيو. متابعينا في موقع اليوم 24، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص مع مبارك بودرقة الملقب بعباس. مبارك بودرقة هو من الشخصيات الوطنية المعروفة، عضو في هيئة الإنصاف والمصالحة، عضو مجلس الشارع لحقوق الإنسان، ولكن قبل ذلك هو مناضل في التحالف الوطني للقوات الشعبية، حكم عليه بالإعدام في أحداث 1973 وغادر المغرب وقضى في المنفى مدة 28 سنة، و لم يعد إلا سنة 2001، وبعد ذلك بعد عودته عين في لجنة الإنصاف والمصالحة، وقبل ذلك في المجلس التشريعي وحقوق الإنسان. عدد من القضايا والملفات التي عاشها مبارك بودرقة سوف نتناولها في هذا اللقاء. مبارك بودرقة، مرحبا بك في اليوم 24. شكرا سي عبد الحق. لماذا مبارك بودرقة عباس بودرقة؟ والاسم ديالي الحقيقي هو مبارك بودرقة، مبارك ومي اللي سمتني مبارك، يعني على كل حال قصة ديالها. وعباس هذاك الاسم الحركي، كان عندي عدة أسماء حركية سواء من اللي كنت في داخل المغرب أو خارج المغرب، ولكن اللي بقى ملتصق بيا هو عباس. يعني الآن بزاف السي عبد الرحمن يوسفي ما كيعيطني إلا عباس، زوجتي ما كتعيط لي إلا عباس، واحد الطرف من العائلة أيضا عباس. وكان عندك واحد الأسماء أخرى أيضا؟ بزاف الأسماء، يعني ملي كنت هنا كان عندي البراق، كان عندي منصور، وتماك في الخارج كان عندي إدريس، كان عندي عبد الله، يعني كل خطرة. الأسماء لأنك اشتغلتي في عمل سري العسكري؟ أنا في العمل السري، حيت تلقى شي حد وكيقدمك دابا الفقيه البصري ما كيقولش مبارك بودرقة، كيعطيك شي اسم عبد الله، السي عبد الله ولا السي علي ولا السي عباس، وهاد المسائل باش ما سي مبارك، أنت مواليد 1948 في واحد القرية سميتها إيد إنكيدي. إيدا وكنيطيف. إيدا وكنيطيف. هذه قرية موجودة تتبعد على قادير 105 كيلومتر في عمالة شتوكا يتبعها، وهي نقدر الاسم ديالها تيدا ترجمناه من الأمازيغية العربية. إيغن فيها ثلاثة تسمية، إيدا يعني أهله، إيغن هو النائم، إيضوف هو عساس أو نقدر نقولوا النائم اليقظ، ومعنا في تقديري هذوك القبيلة كينطبق عليه هذا الاسم، لان المنطقه ديال إيدا وكنيطيف عندنا هي اخر منطقه اللي سلمت السلاح ديالها للمستعمر الفرنسي سنه 1935، وبوثيقه، لانه كان ديك الساعه عبد الله زاكور معروف، هذا فايت عبد الله هو اللي قاد واحد المعركه كبيره ضد الفرنساويين، وساوموه الفرنسيين ان يديروا له بشاويه اكثر من ديال تهامي القلاوي، حدوا له المنطقه وصابوا له الطرق السيارات غير يمشي معه، ورفض وبدا كيقاوم. والعديد من الناس اللي إيدا وكنيطيف بما فيهم الوالد ديالي وعمي ورجال ديال إيدا وكنيطيف ساهموا معاه في محاربة الاستعمار. الوالد ديالي كان معاه حتى المعركة الأخيرة. المعركة الأخيرة يعني الهزام ديالو جا نتيجة ما بقاتش عندهم الذخيرة. لهذا ذاك الضابط الفرنسي اللي مسكوه قال له شنو كتقول مرة الكلام شنو أتم ديالك؟ قال له انتهت الذخيره وانتهى الكلام. قال له بالشلحه يتم القرطاس يتم ووال. صافي. نتكلموا على واحد الحدث مفصلي اللي عشتيه اللي هو احداث 73، واللي على اثره غيتحكم عليك بالاعدام وغادي تغادر المغرب. شنو وقع في هذه الاحداث وشنو كان الدور ديالك فيها؟ هذه الاحداث يعني عندها جذور ديالها. اولا أنا تعتقلت أول مرة 1963 وكنت صغير،
مشاو خداو الواليد ديالي، انا مشيت ديما كنمشيو نقضوا العطله ديالنا في البلاد في ذاك نضيف، وجاو اعتقلوا الواليد في ديك الاحداث ديال 16 يوليو 1963، فاش جاءوا فقير وطوق المركز ديال الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه اللي كانوا مجتمعين باش يقروا واش يشاركوا في الانتخابات البلديه ولا ما يشاركوا شيء. ولكن اللي حكى لي السي عبد الرحمن ولا السي عبد الجابري ولا الفقيه البصري انهم كانوا على علم انه تنظم إليه ضدهم مؤامره. فلهذا النهار 15 طلبوا من المهدي مبركه يغادر المغرب، وغادر المغرب. والفقيه البصري لم يحضر الاجتماعات احتياطا، عارف بحال عارفين انه كاين شي حاجه ولكن ما عارفينش بالضبط شنو الحجم ديال المؤامره. طبعا كانت اعتقالات في جميع انحاء المغرب، والوليد جاو اعتقلوه ديك الساعه رغم انه وكان هو كان شيخ لانه كان مقاوم، والشيخ ماشي الداخليه اللي عينته في الاول، الناس اللي انتخبوه في السوق انه يكون بعد الاستقلال يكون هو الشيخ ديال القبيله. فجاو اعتقلوه واعتقلوني معاه حتى انا وهاد المسائل، كان هذا هو الاعتقال. وكان طبعا انا ما خداونيش الكوميساري، انا كنت صغير، هبطوني الانزكان وداوني عند القائد الممتاز. ما يكون عندي واحد 14-15 عام، يعني كيجي كل صباح هو وجوج ديال المخازنيه وكيبقى يعذبوا فيا، وسميتو ما كيطرحوا عليا حتى سؤال غير يضربوا فيني حتى يشبعوا ويمشي. ومن بعد اسبوع يعني طلقوني هذه المسائل، وهذه اثرت عليا. ثم شفت الوليد اللي كان كيتعتقل في عهد الاستعمار ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه، عاودتاني في عهد الاستقلال ولات الاعتقالات. ف وكنا طبعا الدار ديالنا كانت مفتوحه امام المقاومين، كنسمعوا تنعرفوا بزاف ديال المقاومين اللي كان كيجيو يزوروا الوليد. والوليد ملي كان في مكناس ايضا كان مع دوك حزب الاستقلال، وكان مع الصديق هو السي مصطفى العيساوي المصطاصي اللي هو احد الموقعين على عريضه الاستقلال، وكان اخر من توفى من هاد الموقعين. اذا احداث 73 شنو وقع فيها؟ 73 طبعا انا جاي من الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه. داخل الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه كاين تيارين، كاين تيار اللي كما كيسميه عمر بن جلول الله يرحمه شي يكوي شي يبخ، كاين اللي التيار اللي تيقول انه ما يمكننا نغيروا بالعنف وهاد المسائل، وتيار اخر اللي هو يعني كيمشي مع هاد التيار ولكن تيخلي داك الخط ديال انه الحوار، لان ما كانش شيء. وكان كان حريه العمل وانتخابات نزيهه وحريه التعبير، يعني ما كناش نلجؤوا لذاك العمل المسلح، يعني ولكن حتى تشوف الخصم او الخصوم ديالك يعني كيجيو يعني تيستعملوا اسلوب الاختطاف، تعذيب، يعني اغتيالات، تصفيات الى اخره، كيكون واحد رد الفعل. شنو دار في هذا رد الفعل بالضبط؟ يعني بعد 3 مارس هذه يا سيدي كانت ديك الساعه، اولا قبل من 3 مارس كانت 69 مجموعه ديال الناس مغاربه تدربوا في الزبداني، انا ما كنتش معاهم طبعا في هذه المسائل، وجاو باش يدخلوا للمغرب يديروا عمل مسلح، فتعتقلوا. كانت المحاكمه في مراكش. ها؟ الزبداني في سوريا. سوريا. لان بعد كانوا في الاغلبيتهم كانوا في الجزائر. ولكن في عهد بن بلا كان كيعطيهم تسهيلات ملي جابوا مدين، ما بقاش ديك التسهيلات اللي كانت عندهم في عهد بن بلا، فاضطروا يغادروا ومشاو تدربوا مع الفلسطينيين، واغلبيتهم هاد العناصر كانوا كيديروا عمليات في الاراضي المحتله في فلسطين مع الحركه المقاومه ديال فلسطين. ومن بعد جاوا المغرب التحقوا سريان، وكان ديك الساعه جوج كانوا جابوهم من اسبانيا اللي هو احمد بن جلول وسعيد بن العيلات، كان ديك الساعه نظام فرانكو ساعد سميتو اعتقلهم وتسلموهم رسميا للمغرب، وجات دارت المحاكمه. المحاكمه جات بعد محاوله الانقلاب ديال الصخيرات في 72، فلهذا كانت شويه ولكن كانت فيها احكام ثقيله بالاعدام خاصه غيابيا وهذه المسائل. فهذا العمل بقى مستمر. انا كنت ديك الساعه تخرج في المحاماه، وكنت هنا في المغرب في الرباط، وكنت نشتغل في واحد الخليه كبيره اللي كانت تنظم فيها المحامين بزاف، كان كيتراسها عبد الرحمن بن عمار وكنا كان فيها. وفي نفس الوقت كانت عندي جوج الخلايا حزبيه في يعقوب المنصور، ولكن بديت العمل السري ايضا، ولكن ما دخلش هذه الخليه ديالي جوج الخلايا ديالي في يعقوب المنصور، خليت انه كندربوهم على النضال السياسي
مثلا يعني كتكون مسائل في الحي شي مشاكل أودية ولا الماء ولا الضوء كنكتبوا العمالة وهذه المسائل وكينضلوا من ذلك المسائل وكتحقق كيديروا هذا العمل اللي خصو يدار باش الا بغيتي الحزب غدا الا يترشحوا الناس ديالك يرقاو واحد العناصر اللي هما الناس كيعطيوهم الثقه ان كيدافعوا على المصلحه ديال الحي والمصلحه ديال المنطقه الى اخره. ولكن موازاه مع هذا العمل حتى الناس اللي معايا في الخليه وراه قالها السي عبد الرحمن بن عمر في حدا استجوابات ديالو في ذاك زمان الحكي قال له كان عندنا واحد كيدير العمل مسلح وما عقناش به يعني وما بغاش يعطي السميه علي انا ولكن في الاخر عطى السميه. قالوا كان كيدير الاعمال وكيسافر ولكن كان حنا معانا يعني في النضال الديمقراطي يعني كيمارس المسائل ديالو حتى في القضيه ديالي ديال المحاماه باش دوز المباراه ديال المحاماه جيت من المتفوقين وهذوك الناس كلهم كان الصراع حول اهم المكاتب ديال المحاماه في الرباط اللي هو مكتب السي عبد الرحيم بوعبيد مكتب بستان مكتب الشاويب واحد المجموعه ديال الكاتب معروفه بالديه ديالها والسمعه ديالها الوطنيه. انا ما مشيتش لهادو مشيت اختاريت عند واحد المحامي مغمور اللي سميتو عصور هو مغربي يهودي وتسجلت عنده لانه كنت تنمارس داك العمل وجودي في هاد المكاتب هادي تسلط عليك الاضواء وهاد المسائل. فمشيت كيفاش مشيت عند السي الاستاذ عبد الرحيم والاستاذ الصديقي واحد النهار خارج من باب المحكمه وهز لاوروب ديالو وانا تلقى السي محمد اليزغي قال لي اشتغلتي المحامي قلت له يا قال لي وحنا محتاجين السعر. كان هو مسجل في المكتب ديال الاستاذ عبد الرحيم بعبيد ولكن ما كيمارسش كيعمل كي النضالات الحزبيه والتنظيم الحزبي والانتقالات هو اللي شاغلين. قال لي خصك تجي راه خاصنا محامي وضروري تكون. فهكذا انتقلت المكتب ديال الاستاذ عبد الرحيم بوعبيد واستمرت المسألة. والحدث ديال 73 يعني كيفاش تذكر الاسم ديالك وكيفاش من بعد قررتي انك 73 اولا قبل من 73 كنت نسافر للخارج كنسافر للجزائر سريا كنقطع الحدود باش كنتلاقى في وهران مع العناصر اللي كانوا كينظموا الدخول وبخطرات كنمشي لليبيا يعني كنمشي بلجيكا فرنسا كنشوف الفقيه المصري كنتلاقى معاه كننظموا على اساس ننظموا العمل المسلح. ولكن ما عنديش علاقه نهائيا كنا حنا دابا مع عمر دهكون مختصين بالمدن مختصين شايف في الباديه بحيث 73 واش فعلا كانت مؤامره كانت شي عمليات لا ماشي ما كان ولا لانه تقال بانه هذه فقط فبركه من طرف النظام من اجل لا هذه ماشي فبركه اللي كانت فبركه هي 63 اما هذه الناس دخلوا من الحدود ومسلحين وجايبهم كاميو بلي كلاشينكوف وطلعوا للجبل وداروا عمليه رغم ان محمود اللي كان مترأس انا ما كانش في خبري ان العمل السري كيخص الكوانز ما تعرف شيء شنو كيديروا الاخرين هما كيعرفوا شنو كان كنديروا في المدينه هما وحنا ما كنعرفوش شنو كيدار تما وبالتالي هذه ماشي لان جاوا الناس مسلحين وهذا بحيث عندهم الزهر ملي ما تقبطوش كان غير كونترول ديال الجدرميه لان ركبوهم بطريقه باش بدائيه باش من الحدود الجزائريه دخلوا من جهه فيكيك ولبسوهم يعني التريات تما وكم سلحوا لهم وركبوهم في الكابيو يجي غير جدرم يوقفهم غير مراقبات الاوراق غادي تفضح العمليه يعني عندهم الزرم اللي مشلو حتى الكرامه وحتى التينغير وحتى قلبيمه راه ما خلاوش. وكان محمود اللي هو مترأس هذه العمليه اللي هو مهندس تخرج من المانيا واللي حتى هو واعي هذه المسائل. انا دابا في الجزء الاول ديال المذكرات ديالي ايه كلهم مناضلين اغلبيتهم كلهم مناضلين ديال الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه واللي كان ندير هذه المسائل هو الفقيه المصري. ولكن اللي اشرف على الدخول وهذا الشيء واحد السيد احمد خير اللي هو الميد كيقولوا له الميد. وبالتالي محمود انا نشرت الرساله ديالو اللي وجهها للفقيه المصري ان هذا العمل اللي داخلين ليه ما مقتنعش به هو. وكان المرحوم عبد الفتاح صباطه حكى لي انه تعشى عنده قبل ما يدخل المغرب وتيقول له راه هذه مغامره خاسره وما غادي سميتو تيقول له عارف ولا ما يمكن ليش نتخلى على صحابي. ولكن الرساله اللي كيصيفط للفقيه البصري راه نشرتها انا وكنشرها ولده في الكتاب ديال ابطال بلا مجد حتى شي يقول فيها الفقيه البصري تيقول له حنا داخلين
باش نغيروا النظام، ولكن هذاك النظام اللي غادي نأسسوا حنا قد يكون أسوأ من هذا النظام، لأن حنا التنظيم ديالنا الداخلي ما معتمد شيء على الشفافية وما بعتمدش على أسس صحيحة وهذه المسائل، وبالتالي راه النظام ديال يعني هذا الشيء اللي كنديروا غادي نفشل.